السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هابي فالنتاين طبعا، عايز اقول لكل شعب مصر كل سنة طيبين في ايد الحب، ويا رب كل الناس تحب بعضيها. مش لازم يكون واحد بحب واحد عشان نقول له هابي فالنتاين. هو انا عارف ان هم يعني معمول للانسات وكده يعني، لكن ما منعش ان الانسة تجيب هدية برضو لجوزها او المدام تقول يجيب، مش على طول او عيد الام الاب مغصوب عليه لازم يجيب والولاد يجيبوا. والتانية تقول لك الله، هو انا مش زي امك؟ اشمعنى دلوقتي زي امك عشان الهدية؟ بعد ما تاخد الهدية تقول لا انت هجيبني زي امك؟ لا ما ينفعش. الله، ما انت لسه كنت بتقول في عيد الام انا زي امك، هات لي هدية. هو على الاقل هتقول عليكم خلوه. طيب النهاردة برضه كل سنة وحضراتكم طيبين والشعب المصري كله بخير، وحاول اعمل قلب على انا جيت على اخر لحظة رضوى قفشتني على الباب. ايه ده انت لابس كده ليه؟ ايه العرق؟ البس الاحمر يا بنت. انا بس كنت لابس اسود، ما كانش ينفع. غيرنا وجرينا، جينا الساعة من ناحية والنضارة من ناحية، وقلت لهم هاتوا لي بقى ايه، اي حاجة نعمل قلب عشان خاطر القلوب العذارة يعني كده يعني. لكن هبدأ الاول بالطحن. الانسة هدى جبالي ارانب وبتقول لي طاجن. انا شفت الارنب اتخضيت، لا ده انا هعمل ارنب روست. يلا بقى زي ما تيجي مع الشعريه. عندي ارانب وبصل وتوم وشعريه وفلفل حار، وعندي كزبره خضراء وجزر وكرفس ورق لورا وحبهان كرات طماطم، عندي ملح وفلفل، والهيرو عندي زيت ذره كريستال. طيب يبقى النهارده تعالوا بقى ايه نتمعمع كده مع بعض ونعمل حاجات جديدة حلوة ونشوف هنعمل ايه كده. ده الزيت بتاعي عشان هصفيه بعد كده كده اهو، وهادي شوية قرفة. القرفة حلوة قوي جميلة، دي جاية من الهند مخصوص، دي كانت جاية عينة لواحد صاحبي وراح هبشني منهم حبة، من ساعتها باشا بس لو خلصت هجيب منه شويه تاني. كمان انا بحب النفحات اللي زي دي قوي، هو سامعني دلوقتي اكيد. طيب كده احنا هنحمر الشعريه، عايزين نعمل حاجات حلوه وجميله. طيب هنا طاسة على النار تاني. الأرانب يا عيني حقها مهضوم عندنا تماما، ما بناكلهاش غير عن طريق الطبيب زي شوربة الخضار. رحنا عند الدكتور كشف عنده، قال له ده ابنك معدته تعبانة ومش عارف ايه، اعمل له شوربة خضار لمدة يومين. روح عند دكتور تاني مش عارف، قال لا ده عنده حساسيه مش عارف ايه بتاعي، اسلو ارنب خفيف كده مع شويه شوربه. يبقى اصبح الارنب عندنا مشوه، ما بتاكلش غير عن طريق الطبيب. لا احنا عايزين نحب الارنب لان فيه خشوبه وفيه متعه لاكله. هما ناس بتخاف منه عشان شبه القطط، لكن احنا ممكن نعرف الارنب من القطه ازاي. كده مزوقينه ومروقينه اهو، ممتع شكله، جميل جميل وممتع. فانا عايز بقى ادلعه النهارده واخليه مستر ارنب. طيب هنجيب الطماطم بتاعتي الاول. ست ام زياد سلام عليكم. ست ام زياد الو، سلام عليكم يا حاجه. وعليكم السلام، ازيك يا شيخ؟ ازي حضرتك يا فندم؟ عامل ايه؟ في نعمه والله يا ستي، دايما ربنا يكرمك يا رب. ربنا يزيدك. قلت اصبح عليك بس والله كلنا بنحبك يا احلى صباح من حضرتك يا فندم، ربنا يكبر بخاطرك ويخليك لينا. ربنا يديك الصحه يا رب ويخليك ولادك. تحت امر ساعات. ليكي سؤال عندي يا فندم؟ لا والله بس انا بحب اسمع صوتك بس. صباح الهنا على عيون حضرتك يا رب، صباح الهنا يا ست الكل، نهارك قشطه ان شاء الله. شكرا لست ام زياد. ام منى. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته ست ام منى. ازيك يا سيدي؟ في نعمه والله يا ست منى.
بص عايز اقول لك ان انت احسن شيف في العالم كله. الله يسترها معاك ويجر بخاطرك يا رب. والله العظيم بص التلفزيون كان بايظ كنت ما تكسبنيش بقى اكتر من اصل انا بتكسف. صباح الفل على بنتي. اتفضلي سؤال لحضرتك ايه يا فندم؟ كل سنه وانت طيب. شايفه المخرج بيقول لي ايه؟ بيقول لي انت بجح وانت بتتكسف؟ بقول شوفي شوفي يا ست شوفي ادي المخرجين ادي عم ابراهيم يا ست. بيقول لي انت بجح وانت بتتكسف؟ صباح الفل على عيونك يا حبيبتي. ليك اي سؤال عندي يا بابا؟ ربنا يخليك يا سيدي. يا رب ما تحرم من سؤالكم عليا يا حبيبتي. خليكوا ليا يا رب. صباح الهنا على عيون حضرتك يا ست الكل. كده هنا ركزوا معايا. يعني يا عم ابراهيم الناس تقول لي انت بتتكسف وانت تيجي تقول لي انت بجح؟ الله يسامحك. ده ابراهيم عز اللي قال كده مش عم ابراهيم طومان. اه لان عم ابراهيم طومان راجل محترم ما يطلعش اللعيبه منه. اما ابراهيم عز بيخبط معايا. منه لله. وتقريبا الدكتور قاعد جنبه هو اللي غزه قال له قول كده. صح يا دكتور؟ طيب خلاص يبقى عم ابراهيم. هجرى في اي حد فيكم خلاص. كده انا هنا عملنا ايه كده بصوا؟ حاضر يا فندم. ماشي يا فندم اشكرك. هو الباب التاني مش فاتح؟ اللي قدام منك على طول ده. ناخدها من هنا هنا على طول. طيب كده هنا ادي شايفين صلاة الحبيب النبي صلاة النبي صلاة النبي صلاة النبي. ست جانا صباح الخير. صباح الهنا على ست جانا. شو اخبارك يا سامي؟ في نعمه والله يا ست الكل. صباح الهنا على عيون حضرتك. الله يخليك. انت جاهزه ولا مش جاهزه؟ لا طبعا جاهزه. عشان عاملين ريزرفيشن دلوقتي. جاهزه وبفكر لك بحاجات لبنانيه اعمل لك اياها. هو ده الصح اللي احنا عايزينه بقى. لا عن جد عم فكر هيك بكم شغله لبنانيه على الاصول مثل ما بيقولوا مشان اعمل لك اياهم. ايه هي بقى؟ لا مش هقولها مش هتبقى انت بتشتغليني من دلوقتي. هنبدا من دلوقتي يا ست جانا؟ ايه هنبدا من دلوقتي نخبي؟ ماشي ماشي انا هسيبها لك مفاجاه هقولها لك طبعا يعني. طب لا بس خليها مفاجاه بقى عشان احنا ما نغشش. ما هو كده هو كده يعني هقولها لك يعني ساعتها هقولها لك ساعه ما اعملها. صباح الهنا على ست جانا. عندي اول شيء بدي اقول لكم هابي فالنتاين. هابي فالنتاين هنعمل لكم تورتايه النهارده. نعم هعمل لكم تورتايه بهابي فالنتاين بس خليها مفاجاه خليها مفاجاه. طيب انا على العموم قاعده قدام التي في اليوم وعم بتفرج. الله انت النهارده اوف بقى لازم. طبعا يوم الاحد انا ما بشتغل. طيب جميل جميل. وبعدين بدي اقول لاستاذ ابراهيم هابي فالنتاين ولهدى ولكل اللي معك. كل الناس اللي معانا صباح البونجور وصباح الفالنتاين على كل الناس اللي معانا. صباح الهنا على ست جانا صديقة البرنامج. ولسه دلوقتي ام الصيف هتخش علينا برضو. اصحى معايا يا عمي عشان خاطر نشتغل. نعم يا فندم. يا عم طلعت باشا. طيب صباح الهنا على عيونك يا عم طلعت. ازيك يا استاذ الشربيني؟ صباح الفل عليك يا ابني. بقول لك ستك كان عندي ظروف كده خاصه وكنا طالبين ستك رقم ستك الخاص وستك قلت للاستاذ هدى عاوز رقم ستك الخاص يعني. معلش من تاني حضرتك عشان اركز مع حضرتك. عايز طلب عايز رقم ستك الخاص يعني. حاضر يا فندم على عيني. خد رقم هدى ضروري لو سمحت. على عيني يا فندم على عيني على عيني. خد رقم الهدى لو سمحت. خدام سعادتك. يا عم يوسف. الو. لا انت كده انت هتيجي مع ماما تطبخ معاها ولا هتعمل ايه بالظبط؟ انا بحبك قوي يا حبيبي. صباح الفل على ابو حجاج حبيبي يوسف. اختي بتكلم عليك وبابايا.
صبح لي على بابا قوي قوي قوي، بشهولي من هنا ومن هنا. ماشي. ويا ريت نشوفه قريب برضه. يا ريت نشوفه. صباح الفل، صباح الهنا على يوسف وام يوسف وابو يوسف وكل الشباب من لبنان ومن مصر. كده هنا ادي جزر. اصحى معايا اللي نايم. بتدبسني؟ النبي ادبسك. ماشي. كده بعمل رست انا. زي اتفقنا مع حضراتكم لما بخش على النار بتحول، لما بخش على الهوا بتحول، مبقاش عارف اعمل ايه. جوده عماله ايه بتزعق لي فوق، تقول هو ده اتفقنا وده احنا اتكلمنا عنه. يا ست هو ده، اهدي بالله اهدي بالله. تقول ابدا احنا ما اتفقناش على كده. ماشي يا هدى. كده هنا بصنتم فلفل حار اهو، نص بصلايه، ورق لورو، حبهان، ثوم صحيح، صلاة النبي احسن. كده بحمر الشعريه بتاعتي وبقلب الباشا ده كده. يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة النبي، هو ده الصح اللي احنا بنعمله، الشرق الجميل اللي احنا نحبه. صلي على حضرة النبي. ماشي. حزب الله ونعم الوكيل. طيب كده هنا نشيل بقى كده نص دول اهو كده. قوم بقى ايه نجيب دي كده اهو، دول هنا. هستأذن حضراتكم اخد فاصل وارجع لكم تاني. اوضه المحطه واروح في حته. رجعنا حضراتكم بعد الفاصل. تعالوا نشوف بقى هنا كده، ادي الشعريه اتحمرت، ادي البهريز اللي انا لمعت بيها الارنب، وادي كرفس وتوم وبصل وكرات اهو كده. اشوف هنا الدنيا ماشيه ازاي. صلاة النبي احسن، صلاة النبي احسن. طيب هعمل ايه بقى كده يا سيد ابراهيم، قصدي يا سيد عم ابراهيم. كده
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كمان شوية. اهو. مين يا فندم؟ يا جودي؟ الو. السلام عليكم يا جودي. عليكم السلام. ازيك يا قمر؟ أموري يا قمر. أموري يا بابا. انا عايزه براحة. عايزه ايه يا فندم؟ عايزه طريقه البط المحشي. ليه ليه يا فندم؟ على عيني يا حبيبتي. حاضر اشكرك يا جودي. كده هنشوف هنعمل ايه مع حضراتكم دلوقتي. هنصلي على حضرة النبي. يا صلاة النبي يا صلاة النبي. يا أستاذ علي. ازيك يا شيف؟ ازيك يا معلم علي اللي مشرفني؟ ربنا يخليك. انت شيف امبارح والله ده انا مش عارف اقول لحضرتك ايه علي امبارح خدني عملت الحاجة. لا النهار ايه؟ مش عارف اقول لحضرتك انت امبارح اللي خلتني عملت الحاجة اللي نفسي فيها والله. لا يا حبيبي تأمرني. أي حد نفسه في حاجه مع سي بي سي سفره اكيد احنا تحت امركم مليون في الميه مليون في الميه. احنا اللي بنشكرك على مجهودك العظيم امبارح واكلك الجميل اللي شرفني. ربنا يخليك. بس عجبك يا شيف؟ ده كل الناس بتشكر فيه يا ابني والله مش انا بس. ربنا يخليك يا شيف ويخليه زي الفل. يخلي استاذ ابراهيم استاذ الحلواني اللي كان هيضربنا امبارح بره. صباح الفل على عيون حضرتك يا حبيب قلبي. نهارك ابيض. بشكرك على جمالك وحلاوتك. شكرا ليك يا حبيب قلبي. كده هنا ادي الشعريه. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. شفت بقى الجمال والحلاوه يا ست هدى؟ مش تقولي لي طاجن طاجن مين يا ست الكل؟ احنا هنطجن مع بعض ولا ايه؟ كده هنا اغطي بقى. طيب ماشي. ادي غطا عندي اهو. يا ست اسماء. الو. السلام عليكم يا ست اسماء. ازاي؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. زي الفل يا فندم. اموريني سعادتك. عامل ايه؟ في نعمه والله يا ست في نعمه الحمد لله والله. بقول لحضرتك. سامعك يا فندم. بقول لحضرتك نفسي اعرف طريقه عمل لسان عصفور بالعكاز. على عيني على عيني. بصي تعالي بقى هنا مع بعض نشوف احنا بنعمل ايه. انا عملت النهارده ذكر ارنب او ارنب هنا مع الشعريه. هنحمر لسان العصفور وهنعمل العكاوي زي ما عملت الارنب بقى عند نفس الطاجن. هو هو هو. هات لي يا ابني غطا هنا يا ابني. يلا غطا يا ورق المونيا. عايزين غطا يا ورق المونيا يا استاذ. انت هو يلا بدل ما انتوا قاعدين بتروا مع بعض. ايوه كده عجبك كده مخرج حمش. ها طيب عندي اكله جميله بمناسبه الفالنتاين. بحب الاكل الرقيق والحاجه الجميله الفاني. طيب عندي ريش ضاني بالمشمشيه. ادي الريش الضاني اهي بتبلها ورنخها كده في عصير البرتقال اهو. شايفين الجمال ده؟ صلاتك يا سيدنا محمد اهي. واشتغل يا صلاة النبي. ايه الجمال ده؟ ما في اكبر منه يا استاذ. طيب
تعال يا استاذ تعال 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 انما تتعب نفسك. ست الحاجة كل سنة وانت طيبة. ست الحاجة ام سيف. ست الحاجة. الو. ايوه يا شيف. صباح الهنا على عيون حضرتك يا ست الحاجة. صباح النور. سامعني؟ سامعك يا فندم. بقولك بعتلك بوكيه ورد كبير كده على الهواء مباشرة. صباح الهنا صباح الهنا صباح الفل. تسلم لي يا حبيبي. تسلم. ست ام سيف. ست ام سيف بتكلمنا بتنورنا كده. عندنا ناس في البرنامج كده بنتباشر بصوتهم كل يوم. بنتباشر. تسلم لي. تسلم يا صباح الهنا على عيونك يا ست الكل. صباح القسط عليك ورجعك كل سنه وانت بخير وبعافيه يا رب. وانت معانا يا ست الحاجه وانت معانا ومنورانا. طيب اللي عندك كلهم الله يخليك. كلهم بيسلموا عليكم من كبير لصغير وبيصبحوا على حضرتك. وصباح الهنا على ست الحاجه مسيف. صباح الفل على ست الحاجه مسيف. طيب تعالوا بقى نعمل الكسكسي مع الريش بالمشمشيه. الكسكسي النهارده عايزين نعمله بطريقه جميله. مش زي اي طريقه تانية عملناها. هو المخرج قال لي كده، قال لي لازم تعمل حاجات جديده. العك بتاع زمان ما جاش منه. يا عم انا ما كنتش بعك ولا حاجه. قال لي لا انت بتعك. قلت له حاضر يا عم. واحد جنب منه بغذيه وهو اللي بيقول لك انا عم ابراهيم اخلاقه اكبر من كده بكتير جدا. لكن اللي بالي بالكم التاني بعد عنكم شياط. عايز يقعدينه بعد كده يقعد يتفرج. بس انا ابراهيم ده ابني. مش عمري ما هقعد معاه ولا هو هقعد معاه. ادي المشمشيه ناخد نصها كده. صلى على الحبيب يا عمي. دايما لسان المشمشيه دي بنعملها في الفرح وفي الحاجات الحلوه الجميله عشان تبقى حاجتنا فيها فرحة كده وبهجة. كده عندي هنا ادي شوية حبيبي يا محمد. نعم يا فندم. حاضر يا فندم. الاول بحط ده كده اهو. وادي المشمشيه. ادي قشر برتقان اهو كده اهو. الله الله الله. هنقول مقاديرنا دلوقتي مع حضراتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي ريش ضاني وبصل وتوم. ريش ضاني وبصل وتوم كده. حطينا زبده مع المشمشيه مع مكعب مرق وبشر برتقان. عندي عصير برتقان وعود قرفه. مشمشيه جافه. نعناع طازه زي زبيب ولا ده زيت. لوز اهو. لوز معايا مبشور. لوز مبشور. وبعد كده عندي ملح وفلفل وعسل ابيض هنقدمه مع الكسكسي. ادي الكسكسي اللي انا بعمله. عايز اعمل كسكسي جديد بشكل جديد بفكر جديد باكيد وطعم جديد. الله 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 الله. ساعات بعمل حاجات حلوه كده بحس اني بعرف اطبخ. هو مش قوي يعني بس اهو الواحد بيجتهد. اللي خلى علي جه طلع حلقه زي الفل. كان هيضربني في السوق الحمد لله حياتي لما نفسي كده. ولسه بقى لما تيجي ست جانا كمان تطبخ يا نهوي. بعد كده هنروح. ربنا يستر. هو تقريبا احمد اسعد ودينا عاملين الفيلم ده كله عشان يخلصوا مني. بس هتروح فين يا شمس من قفا الفلاح؟ هطلع اقعد لهم بره. نعم. مين؟ يا عم علي. الو السلام عليكم. عم علي ازيك؟
ازيك يا شيفنا؟ في نعمة يا عم علي والله. عامل ايه؟ صباح الفل عليك. صباح الفل على عيونك يا عم علي. تسلم ايدك يا شيفنا. تسلم لي يا جميل، تسلم لي يا جميل، امرني يا حبيب قلبي. انا بص يعني انا من معجب بيك وبحب اتفرج على حضرتك كتير قوي والله. ربنا يسترها معاك دنيا واخر يا رب. وطالب منك طلب شخصي يعني محرج منك والله. امرني. انا شيف سخن. شيف سخن. انا شيف سخن وكنت شغال في حياة ريجنسي طابة. اهلا بيك يا فندم. الله يخليك يا فندم. طيب وفي الوقت بعد الثورة بقى ما قامت وكده. نعم. السياحة انضربت كلها. لا معلش ربنا يعني يسر الامور ويبقى الايام احسن، اللي جاي احسن من الاول. طيب سيب لي تليفونك، سيب لي تليفونك، سيب لي تليفونك وربنا يسر الامور يا رب. يا رب يسر الامور كده. عندي هذه ميه. كده حضراتكم خلصنا من استاذن بقى حضراتكم واخد فاصل وارجع لكم تاني. اقعد غير المحطه واطرف اي حد. رجعنا بعد الفاصل وابص على الكسكسي بتاعي كده عشان ما يلدعش مني. نعم يعني يلدع يعني حضرتك ما يشوتش مني. يعني انت بتوافل على الواحده يعني ايه بيلدع وايه مش عارف ايه يا فندم. من لغتي لغه طباخين سامحني يعني. وانا كنت يعني ما درستش حاجه تاني غير المطبخ والكتاب. فلما اقول يعني يلدع مني يعني شيت مني. ما تقفلش على الواحده ماشي يا عمي. خلينا نشتغل ونكمل. عايز تعطل الدنيا ندردش مع بعض. والله ولا قال لي حاجه ولا كلم. انا اللي بتبلى عليه. اهو ايه رايك كده على الرئيس اللي نايم دوت بتمطع بتمطع يا باشا. انت تمطع وانا اتقطع ماشي. هنا بقى حضراتكم ادي الشوايه بتاعتي وشوفوا بقى البرتقال بتاعي لما برنخه كده اهو اهو. يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة النبي. النبي يا شيخة وانت بتطبخي في البيت عندك والنبي وانت بتطبخي في البيت اطبخي بضمير عشان ربنا يكرمك مع عيالك. بضمير. حكم الضمير يومين دول في اجازة. شايف يا عم ابراهيم؟ شايف الحلاوة؟ احب اشتغل كده واتمعمع نطلع حلقة جميلة. نطلع حلقة ايه؟ جميلة. ادي عودان القرفة الخشب. عايز يطلع مورد مورد وردي 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 وردي. ادي حبة مشمشية. كده حلو كله اهو. ومال عليا حبه. مش عارف ايه مدرك ايه من زمان. كده كفايه على الكسكسي. نجيب بقى حته بصلايه ناعمه. شوفوا بقى كده اهو. ادي بصلايه ناعمه مع فصين توم شويه
منت، شوية برتقان ليفز، ورق القشر بتاع البرتقان كده، الله على الحبيب. حاجة حاجة ما تقوليش بعد كده اهو اهو. كده ادي البرتقال بتاعي، عصير البرتقال اهو، وادي بقيه البرتقال عصير اهو. ادي اللوز ده، خليها نحمره في الاخر اهو، والنعناع اهو، وعسل النحل اللي نازل على تحت. واقوم بقى ايه، اشيل كل الليله دي من هنا اهو، خلي دول هنا، ونصلي على حضرة النبي. هدى النهارده عامله حاجه، حكايه الحكايه، عامله حلقه جامده قوي يا هدى. انت النهارده واحده واخده رز، واحده واخده شعريه، واحده واخده كسكسي، وواحده واخده ملفيه. يعني عندنا ان شاء الله نشويات للصبح. ماشي ماشي. وكمان حمص بكليات، يا لهوي. وانا كنت احسن وانا براجع المنيو اولى. ماشي. يا هدى الشكرية يا جماعة بتتعمل بلحمة مكعبات او فراخ مكعبات، لكن ما بتعملش بلحمة مفرومة. يا هدى ازاي؟ هنعك بقى، بعتلت اللحمة مكعبات يا فراخ مكعبات، ما ينفعش لحمة مفرومة الا في حالة واحدة، اسلقها او اعملها كفتة وادخلها معاه. كفته؟ طب ما تقولي لي كفته يا اخي، ما تشتغل معايا يا اخي بدل ما انت قاعد. حسب الله ونعم الوكيل. عمال بتلف ورق عنب عندك، انا شايفها. طيب ماشي. كمان؟ كويس، الملوخيه مسابقه خلص ولا ايه؟ طيب يا جماعه، عندي ست هاله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا ست هاله. صباح لنا على عيون حضرتك يا فندم. يا ربنا يخليك يا رب. اتفضلي اموريني سعادتك. يا رب يخليك. والنبي انا طالبه منك طلب، بس نفسي ان اكلمك عشان عايز كرسي متحرك اجيب بيه الحاجه. مين يا فندم؟ كرسي متحرك عشان اجيب بيه الحاجه. خدي رقمها وان شاء الله يكون بعد بكره عندك الكرسي. على عيني. هدى خدي رقمها لو سمحتي. يا رب ييسر الامور. ست ام عمار. امور يا فندم. وسلام حضرتك. طيب وانت طيبه يا ست الكل، وربنا يقدرك على فعل الخير اللي انت بتعمله ده. ربنا اللي بيعملها، معلش انا ما حلتش حاجه. اللي رب ايه هو اللي بيعمل ربنا. صباح الفل على عيون حضرتك. الله يخليك يا ست شيرين، وكل سنه وحضرتك طيب. وانت طيبه يا فندم. احب اقول لزوجي احمد ابراهيم كل سنه هو ده بمناسبه فالنتاين وعيد الحب. وحضرتك كل سنه وانت طيب. طب هو معلش انا عايز اهدي النفوس، جاب لك هديه؟ نعم. جاب لك هديه؟ ما مستنبر اهو ولسه ملاش من الشغل. طب عيد النبي كمان مره عشان يسمع بس وركز.
يا عم احمد. اسمه احمد ايه؟ احمد ابراهيم. يا عم احمد يا ابراهيم، مراتك بتقول لك كل سنه وانت طيب، اوعى تنسى. اوعى تنسى النهارده عيد الحب يا عم ابراهيم. والنبي اوعى تنسى الوليه مستناك في الدار، اوعى تنسى الهديه. ربنا يكرمك. صباح الفل عليك يا بنتي، صباح الفل. صباح الفل يا عم ابراهيم، والنبي اوعى تنسى تطرحناش كده. هنا صلى على النبي كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. احلى في الدنيا، احلى حاجه في الدنيا يا جماعه ان احنا نبقى حلوين كده، بنضحك وفريش كده. قم بقى ايه يا سيدي، ادي الريش بتاعتي اهي. كده خد بالك بقى كده بالحته الحركه بتاع الطباخين دي. ادي عسل نحل يا عم حسني. ايوه ازيك يا شيخ؟ صباح الفل على عم حسني. عامل ايه؟ والله انا بطبع عليك بس يا شيخ. صباح الهنا على عيونك يا جميل. والله العظيم انا بطبع عليك بس. وحياه النبي صباح الفل عليك. انا من الناس اللي هي بتحب حضرتك، وبحب دايما دايما اتفرج على البرنامج، لكن حكايه الطبخ انا بتركها للحاجة. لا ربنا يخليها لك يا عمي، ربنا يخليها لك ويحفظك. شكرا على اتصالك الجميل الحلو اللي زي العسل من عمي الحاج. صباح الفل على عيون حضرتك يا باشا، واشكرك على اتصالك الجميل. كده هنا نخش بقى كده اهو الفرن. صلي على النبي، صلي على النبي، صلي على النبي. عايزين حاجه بتاعتنا كريسبي كده وملمعه ومقلمعه وزي الفل. طيب هنشوف بقى موضوع الشكريه ايه، وهنعمل ايه دلوقتي عشان شكلنا هنلوش وربنا يعدي على خير. كده هنا عندي شوربه على النار، اللهم صل على النبي. النهارده عندنا حاجات جميله وكتيره وحلوه، يا رب تعجب حضراتكم. كده نقول بقى ما قدرنا. اه يا نيابة، منك لله يا ست بدر. عندي لحمة مفرومة وبصل وتوم وبهارات وكزبرة خضراء وجوز الطيب واعشاب، لبن، حمص مسلوق، كريمة لباني، مكعب مرق، زيت او زبدة، نعناع، كريمة لباني، نعناع، زبدة، ملح وفلفل. هقدمها مع الرز الابيض، وعلى فكرة الرز الابيض بينفع في اليوم الاسود تلوش يعني. ماشي، وادي الرز الابيض. ست سعاد سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ست سعاد ازيك؟ زي حضرتك يا شيخ. في نعمه والله، في نعمه، في نعمه وفي خير. فاكرني ولا ناسيني؟ مين يا فندم؟ ست سعاد. انا سعاد، كنت بكلم حضرتك دايما. اهلا بيكي، اهلا بيكي، اهلا بيكي. اهلا. ممكن اقدم اغنيه بمناسبه عيد الحب؟ يلا يلا. انا مالفاها. يلا سامعين يا جميل. طيب.
شوفه اللي كان بيخاف عليا من الهوى وغدر الليالي. الو سامعك يا فندم. شوفوا اللي كان بيخاف عليا من الهوى وغدر الليالي، وانا لما كنا زمان سوا ما خطرش غدره ابدا في بالي. من كام سنه سافر وقال هيغيب سنه وغاب سنين واحتار سنه، والنهارده قابلته صدفه، جريت عليه بكل حنيني وكل حناني، وقلت حبيبي روح قلبي عينيك الحلوه واحساني، لا كنت بنام في ليل بعدك ولا منك جواب جاني، لقيته خد من ايدي ايديا وهنت انا والحب عليه، سالته اعرف ذنبي ايه؟ قال لي مش فاكر انت مين، مش فاكرني وانا اللي كنت بنور ليله بشموعي وافرش طريقه وروده وارمي الورد بدموعي، وكنت افرح على فرحه وياما بكيت في ليل جارحه. النهارده قابلته صدفه، جريت عليه سلمت عليه، بصيت في عينيه ما لقيتش صورتي، سالته ليه؟ قال لي مش فاكر انت مين. لو يندم تاني ويرجع يقول لي سماح، لا هيشوف في عيوني دمعه ولا في قلبي اثر بجراح، وبرضه هسيبه يتكلم وياخد ايدي ويسلم، وسألني عن حناني او طلب يرجع زماني، هبقى اقول له الوداد انت اللي خنته والحنان من قلبي شلته، كل دول راحوا يا روحي بعد ما قلت اللي قلته. دي معاتبه بقى مش اغنيه، دي معاتبه بقى، انت من حقك تعاتبي زي ما انت عايزه يا شيخه. ده ايه الاصل؟ معلش سامحيه. صباح الفل على ست الحاجة. كل واحد بغنى على ليلى. اخد فاصل بقى عشان الكلام الجميل اللي سمعته ده. فاصل وارجع لكم تاني. اول بر المحطة. الله يكرم فضلك. رجعنا بعد الفاصل وادي الريشة اهي. يا صلاة النبي 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 يا صلاة النبي. اهو يا باشا، هو ده الدلع بتاعنا، ده الدلع بتاعنا الجميل. طيب كده هنا صلي على الحبيب. كان احسن حاجه في الدنيا كان بابور الجاز. كان ماله بابور الجاز؟ كان ايه الوحش فيه يعني؟ كان بيسترنا. طيب كده نكمل بقى ايه؟ الكفته بتاعتنا حطيناها على النار، بصل وتوم مفروم وكرفس وحمص عشان ياخد طعم اللحمه بتاعتي اهو. حطينا شويه لوز مع الكفته واحنا بنبرنقها. فكت مني بقى والله، ده مش مشكلتي وربنا يستر. معلش احنا بنتكلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو 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 حمص لازم يبقى مع الشوربه عشان ياخد الطعم بتاعها الجميل. والرز عندي شغال بتاع الشكريه. يا ست نور. الحاج نور معاك يا ريس. مين الحاج نور؟ عم نور. الحاج نور بالاسماعيليه. صباح الفل عليك يا عم الحاج، نهارك ابيض. صل على النبي صل على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيبي. النهارده عيد الحب. ايوه يا عمي. طيب وانت طيب يا جميل. ومعاك الست ام مصطفى النص الثاني بتاعي، عايز اسلم عليه. اتفضل يا فندم اتفضل، ربنا يحفظها لك. ماشي اتفضل معاك. سلام عليكم يا حاجه. سلام عليكم ست الحاجه، ازيك؟ الحمد لله العام طيب. اموريني سعادتك يا فندم. ربنا يبارك لك يا رب. ربنا يبارك لك. ربنا يديك الصحه وطول العمر يا ست الكل. بنعاد على حضرتك بس. صباح الفل على عيون حضرتك. الله يخليك نهارك ابيض يا ست الكل، صبحي لي على الباشا. كده هنا حضرتكم كده، ادي اللبن والكريمه اللباني. هي ممكن تاخد زبادي يا جماعه،
بس احنا بعد كده هنتكلم على المقادير لان مقاديرها مش متزبطة. وانا بقرا المقادير كده ببقى في ايه في غيبوبة، مش حاسس انا بتكلم في ايه ولا بعمل ايه، وده غلط عندي انا، معلش غلط عندي انا مش عند هدى. طيب كده هنا اشيل بقى كل حاجة من هنا عشان هنبدأ نعمل تورتاية الفالنتاين، ورب تطلع معنا تورتاية صح بدل ما ايه كده يعني. طيب اغرف الاول عشان ايه الموضوع ما يعديش مني، وبعد كده قلتم والوقت فاتني وكده كده يعني. عندنا طاجن الكسكسي والشعرية. طيب ادي الكسكسي بتاعي اللي عملناه جميل. صلى على النبي، صلى على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله 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 الله. اهو ست سامية. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام يا ست سامية، ازيك يا باشا؟ صباح الهنا على يوم حضرتك. تسلم ايد حضرتك على اللي احنا بنشوفه ده. انا تحت امركم يا فندم. يا اعظم شيف والله، الله يسترها معاك دنيا واخره يا ست الكل. اتفضلي سؤال حضرتك. خليك الله يخليك. اقول لحضرتك انا عايزه رقم تليفون حضرتك. حاضر يا فندم على عيني. ممكن بعد اذنك يعني؟ قدامك يا فندم، خدامك يا فندم، اشكرك يا فندم. كده يا عم مدحت. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيف شربيني؟ عمي مدحت الحمد لله تمام. ازي حضرتك؟ وامرني الامر لله. اتفضل سؤال حضرتك. ايه ايه سؤالك؟ كنت عايز بس اعيد على حد بمناسبه عيد الحب. مين عايد على حد بمناسبه عيد الحب؟ عايد على حد. اتفضل يا فندم مكانك، مكانك ده عيد الحب مش عيد الام. الله يخليك. مكانك اتفضل يا فندم. عايز اعيد على امين هشام خطيبتي. ربنا يخليها لك ويخليك ليها. الله يخليك. اتفضل. هو انا اللي هتكلم لك؟ يا ابني. ده ايه الشباب ده يا عم؟ ايوه. ما تكمل يا عم في ايه؟ عايز اقول لها كل سنه وانت طيب. ما هي مستنياك الولايه وانت مش عايز تتكلم. ها ايه تاني؟ وتفضل معايا على طول. يا رب على طول، وانت بس خلي بالك منها. اوعى تلعب بديلك كده، ولكن خلي بالك منها بس. ادي الشعرية. اهي. ذكر الارنب ده تقريبا عمل حاجه بدنياته عشان كده مشبوه الشبحه السوداء دي. ست نجوى. ايوه سلام عليكم. صباح الخير، ازيك؟ صباح الهنا على عيون حضرتك. الله يخليك. انا عايز اسالك على الكفته اللي انت بتحطها في الصوص دي. انا عندي الكفته بتفتح ما بتفضلش، يعني ايه السبب اللي بيخليها متماسكه كده؟ هل اللحمه لازم تبقى خشنه شويه ولا انت بتحط بقسماط ولا ايه؟ لا انا عملتها قدام حضرتك والله، ما عملتش حاجه مراكو. هي بس انا فتحت وهي كانت اتعملت خلاص. ممكن تقول لي المكونات بتاعتها تاني؟ بصلايه ناعمه خالص وفص توم وحطيناها في الكبه مع البصلايه. بضربها في الكبه مرتين ثلاثه، بطحنها قوي، بتكون لحمه ملبسه. طب ولو فكت، لو هي بتفك مني اعمل ايه عشان تتماسك؟
دلوقتي هقول لك ممكن نديها واحده ابيض بيض بس هزفرها. مش عايز اقول لك اديها سنه كربونات صغيره لان مش محبوب الاكل الحاجات اللي هي يعني بيبقى فيها كمويات. لكن هي حضرتك لو انت برنقتيها كده زي ما انا عملتها اهي. اقول لك حاجه، اديها تعفير الدقيق وانت بتفرميها وخلصي نفسك. نرجع بقى هنا الفالنتاين ونشوف هنعمل ايه مع حضراتكم. صلى على النبي الاول. يا عم سامح. السلام عليكم عم سامح. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وانت طيب يا عم سامح، امرني. حاول تكلمنا تاني يا عم سامح. كده يا جماعه هنخش بقى كده في العريض عشان ايه وقتنا هيهرب مننا، وربنا يستر من المخرج اللي معايا. عايزين نعمل تورتايه السلمون كده اهو. يا عم ايمن سلام عليكم. يا عميد شفات العرب. عمي ايمن صباح الهنا على عيون حضرتك يا عم ايمن. صباح الفل يا عمي، يا عميد شفات العرب. انت عمنا وعم الشباب والرياضه والجدعانه كلها. الله يعزك يا باشا. وعاوز اقول للاخر موت شريك في التكاتك، يا ريت يخف شويه لو سمحت. مين؟ الاخر موت شريكي في التكاتك. شريكك في التكاتك؟ اه المخرج يعني؟ الاخر مون هو ما انا عارف هو مشارك، هو مخلي حد لو مشاركه. ده هو كان عايز يشاركني انا بس انا قلت له لا اسخاب لك كله. صباح الفل على عيونك والجمال والحلاوه بتاعت الصبح. عاوز اقول للمدام بتاعتي بتتفرج عليك، كل سنه وانت طيبه. وانت طيب يا حبيبي، وربنا يخليك ليها ويخليها ليك، وكل سنه وانت معاها وهي معاك، ومشرفين بعض ومنورين بعض وبتحبوا بعض كمان وكمان، وهنقعد نتفرج عليكم وانتوا بتحبوا بعض. صباح الفل على ابني هرمون ريحتك طلعت. ادي الناس فلوسها ما تنصبش على الناس. ليك كام عنده يا خد منك فلوس قد ايه؟ انا عارفه انا عارفه. طيب ده بصوا بقى الحل اللي ايه الفبركه بتاعت الطباخين. هنعمل ايه بقى؟ ادي كده كده يا باشا. نقوم بقى جايين نعمل ايه؟ ادي ساور كريم. الرز بتاعي طلع، اوطي بقى النار عليه كده، واوطي النار هنا، واقوم جاي هنا بقى ايه عاملين كده اهو سنيت لون احمر. كده ده كريم تشيز اهو.
يلا عجينة ملفية. هذه حبة ساور كريم شيل بقى كل ده كده من اهو عشان احنا خلاص نلم كده كده ناخد فاصل ونرجع لكم تاني اول غير محطة ولا تروح في اي حد كده بنربط الشكرية بشوية نشا او شوية دقيق اهو مع الحمص ونبص بقى نشوف عكينا هنا انا بعك طب شكرا شكرا يا باشا امسح بقى كده حروف اهو ربنا يستر ربنا يستر الله 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 طب والنبي بعرف اطبخ امال مالك هذا بتحطميني ليه ده فيري فيري هابي فالنتاين كمان يعني مش عايزين حاجه حمراء خلاص مين ست جانا ست جانا الو اللي هيتريق عليا هو حر لا 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 ما حدش يقدر ايوه كده التورته بقول لك انك اشتغلتني وخليتني اقعد استنى تورتايه وفي الاخر طلعت سلمون ينفع كده انت كنت متوقعها ايه يا حلو انا بدي اقول لك ان اليوم مستمتعه بالحلقه لابعد حدود طب يعني انت كنت متوقعه ان ديت هنعملها حلو كنت لا انتوا موجودين وهبقى اعمل حلو من الحادق اللي انت عامله يعني ينفع تكون عامل ارنب وعامل ريش وعامل فكريه وبالاخر تعمل سلمون كمان يعني انا بعد الحلاوه بتاعتكم دي هعمل حلو تاني ياها كفايه حلاوتكم يا باشا بدي اقول لك انه عن جد كل طبق عامله اليوم يعني نكمل صباح الفل على عيون حضرتك وكان لازم اتصل واقول لك
الله يبارك فيك والله. لا هدى على المنيو الجميل ده. لا هدى عامله شغل جامد قوي معانا النهارده، خلي بالك. ده هدى مروق الحلقه، لازم تكون حلقه فالنتاين مميزه كده. صباح الفل على عيون حضرتك. ادي التورتيه بتاعتي اللي هي فالنتاين عيد الحب، عملناها بالسلمون. يا رب بس يا رب يا رب تعجب حضراتكم. لو تعرفوا قد ايه انا بخاف منكم مش هتصدقوني، لان انا ببقى عامل زي التلميذ الفاشل لغايه ما اخلص الحلقه وابلع ريقي. نعم يا فندم. يا ست ام سلمى سلام عليكم. ست ام سلمى السلام عليكم. انتوا شايفيني؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا ست ام سلمى. والنبي يا شايفيني بعد اذنك، انا بنتي هتتجوز وناقصها حاجتين بس، بعد اذنك عاوزاهم ضروري. عايز ايه يا فندم؟ كلمني بعد الهوا. اسلم لك. بنتي هتتجوز وناقصها حاجتين بعد اذنك. هي عايز ايه؟ بتقول عايز ايه هدى؟ نعم؟ حاضر يا فندم، سيب التليفون حضرتك يا فندم. اللي عايز اقول لحضراتكم يا جماعه، ما بيقدر على القدره الا ربنا. فلو في استطاعتي اعمل شيء والله 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 ما هتاخر. لكن لو ما قدرتش سامحوني. اللي بقدر عليه وربنا بيقدرنا عليه بعمله. لكن لو ما قدرتش سامحوني. عشان ما حدش، بس كل اتكلنا على الله، كلنا بنتكل على الله، فما حدش يزعل مني اذا ربنا يعني ربنا يسر الامور، ما فيش حد هيزعل خالص. فمعلش يا جماعه انا صريح معاكم، ما بيقدر على القدره الا الله سبحانه وتعالى. شكرا. كده ده الرز بتاعي. صلي على النبي. دي الرز بتاع الشكرية، بنعمله سبرت زي الفنادق بيقول لك سوسه بار. ده رايز بار، رايز اهو. اشيل بقى كل حاجه من هنا، احط حبه على الرز. عايز؟ حاضر يا باشا، انت تأمرني. امور يا قمر، امرك ماشي. لا 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 لا، الله اكبر. صلي على حضرة النبي، صلي على حضرة النبي. حاضر. هابي فالنتاين، كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة عيد الحب بشكركم على حسن متابعتكم، بشكر مخرجنا الجميل عم ابراهيم طمان، بشكر كل زمايلي في الاستوديو، واقول لكم نشوفكم على خير ان شاء الله بكره. السلام عليكم.